رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم، سأبتدئ هذه السلسلة بعنوان كتاب الأربعين النووية. سأبتدئ بالحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبه البخاري الجعفي رقم 1، وأبو مسلم بن حجاج بن مسلم قشيري النيسابوري رقم 1907 رضي الله عنهما في صحيحيهما الذين هما صح الكتب المصنفة.